السلام عليكم ومرحبا بكم. خرجنا اليوم للشارع المغربي باش نسولوا المغاربه على موضوع الترام او مشروع الترام الجديد ديال الخط 3 و4. يلا معايا نشوفوا شنو قال. نعرف الرأي ديالك في الخط الرابع والثالث من مشروع التراموي في كازابلانكا. الرأي ديالي في التراموي الثالث والرابع غادي ينفع بزاف ديال المغاربة. تحياتي لهاد الشركة ديال التراموي، راه قايمة بواحد الواجب جبار من حيث الأمن والأمان، كاميرات، الناس، معاملة جيدة. كاينين الإيجابيات والسلبيات في هذا. ايجابيات هما الناس كيدخلوا بامان. المهم بغينا التراموي يدور على المغرب كامل. تحيه لهاد الشركه ديال التراموي، راه هما غاديين داكشي عندهم قائمين بواحد الواجب جبار. تحياتي لهم. الاخت كريمه الله يحفظك.